الله الله الله، ايش ياكا دي يا زوزو؟ عندي مشوار مهم جدا. مشوار ايه ده؟ مش هقولك. سر يعني؟ مفاجأة لو اللي في دماغي حصل. هقولك على كل حاجة. اوعى يكون واد صايع ضحك عليكي وهيتجوزك يا زوزو. انا اضحك على شباب البلد كلهم. يا زوزو يا جامد. هتتأخر؟ مش عارفة، على حسب الموضوع. ليه؟ اصلا انا عندي بكره بدري زياره من الشؤون الاجتماعيه، وبفكر ابات في الملجا. لو نمت هنا اكيد هتروح عليا نومه. حبيبتي ما تشغليش بالك بيا، انا هرجع هنام، هنتقابل بكره ونتكلم. ماشي يا حبيبتي، خدي بالك من نفسك، هتوحشيني يا زوزو. بكاشه. بنت بكاشه. اهلا بيكم ولحظه بلحظه. النهارده للاسف هنقدم حلقه عنوانها الفشل. الفشل وخيبه الامل. طبعا حضراتكم فاكرين ان شكرت اجهزه الامن على المجهود الرائع اللي عملوه لغايه ما وصلوا للسفاح اللي حول حياه بنات وستات مصر الكابوس فظيع. لكن النهارده بقى فوجئنا ان السفاح ارتكب جريمه جديده، وده ملوش غير معنى واحد بس، إن الشخص اللي اتقبض عليه مش هو السفاح، وإنه مجرد كبش فدا بتداري بيه أجهزة الأمن فشلها وخيبة أملنا فيها. طبعاً لحد دلوقتي أجهزة الأمن ما طلعتش أي تصريحات، وما افتكرش إن هم هيحنوا علينا ويفهمونا الحكاية، لكن الواضح يا سادة إن السفاح ما زال حر طليق بيرتكب جرائمه بكل سهولة. بعد الفاصل هنقول لكم مين الضحية الجديدة وهنستقبل تليفوناتكم، خليكم معي. هشام، انده لي عاد الهلال بسرعة. مش قلتلك كنت متأكد ان اللي حصل لرشا ليه علاقة بالمصيبة اللي بنعملها؟ كله منك انت. بقولك ايه يا هشام، ما تطلعش همك علي، انا ما ضربتكش على ايدك. لولا زنك انا ما كنتش هوافق ابدا. ما تكدبش على نفسك، انت كنت باصص على الفلوس زي بالظبط. وبعدين تعالى فهمني هنا، احنا كنا بنقتل ولا بنسرق؟ وانا مش فاهمه لحد دلوقتي ايه العلاقه بين اللي حصل لبنتنا وبين شغلتنا. يا وليه بقول لك نفس اللي حصل لبنتنا حصل لاخت حمدي. صدفه ليه بقى؟ ان شاء الله يعني السفاح دونا عن كل بنات وستات البلد ملقاش غير بنتي واخت حمدي، ما معاهم واحده ثالثه. واسمع بقى، اقسم بالله العظيم لو عملت حاجه كده ولا كده لندمك. تعملي ايه يعني؟ لا، ساعة الجد يا روح ما بعدك روح. يا وليه ما عندكيش دم؟ هي البت اللي ماتت دي مش بنتك؟ بنتي حتة مني، نور عيني اللي اتطفى، ربنا وحده بس اللي يعلم بالنار اللي قايدة في قلبي من ساعة ما غابت. امال ايه بس؟ انت ليه عايزانا نسيب اللي عمل فيها كده؟ مش شغلنا، شغل الحكومة تجيبه وتحاسبه. المعلومات اللي عندنا عن الضحية الجديدة للسفاح بتقول إن اسمها ضحى عبد السلام شديد من حدائق القبة، وإن أخوها بلغ عن اختفائها، لكن صورة جثتها للأسف الشديد ظهرت بعد أقل من 24 ساعة. مين الضحية الجديدة؟ وإيه الرابط بينها وبين كل ضحايا السفاح؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع ضيوفنا في الفقرة الجاية. والأهم من كده إن هيكون عندنا خبير أمني هيقدم النصايح لكل البنات والستات عشان ما يبقوش فريسة للسفاح، لحد ما ربنا بقى ينفخ في صورة أجهزة الأمن ويعرفوا يوصلوا له، يعرفوا يوصلوا للسفاح الحقيقي. أرجوكوا خليكوا معانا. ألو، أنا شيرين. أنت فين؟ في الملجأ؟ لا لا، مفيش حاجة، أنا بس كنت محتاج ان انا اتكلم مع حد. طيب انا هلبس واقعد معك شويه. سلام. مالك يا حسين؟ مالي؟ ما انا كويس اهو، مفيش حاجه. لا انت مش كويس، من ساعه ما قالوا ان السفاح اللي اتقبض عليه مش هو وانت اعصابك متوتره.
ولا انت روحي بتخاف عليا؟ يا بروة مش وقت دلع في موضوع زي ده. ماشي يا حسام، انا غلطانه اني بطمن عليك. عن اذنك اقعدي. مش في برنامج بنتفرج؟ مش بتحب البرنامج ده؟ لا انا هطلع اتفرج عليه في اوضتي، ما دام انت ولا طايقني ولا طايق لي كلمه. اوه يا مروه بقى. الو، مساء الخير يا باشا. انا اسف للازعاج بس في مصيبه حصلت. هاي، افتكر انك انت اللي واقف قدامي، مش انت برضو في العربيه السوداء؟ طب استنى خليني اقلب نور لحسن اكون واقفه ورا حد تاني. مساء الخير يا نجمتي. هاي، ازيك؟ انا بصراحه مش مصدق ان انا شايف حضرتك دلوقتي، يعني ده كان حلم كبير بالنسبه لي. ميرسي، بس شكلك كده بكاش كبير. لا خالص، حضرتك اللي ما تعرفيش انا معجب بيك قوي. هتفضل واقف كده؟ انا ممكن افضل واقف كده العمر كله. مش قلت لك انك بكاش كبير؟ بس حقيقي مش هينفع يعني تفضل انت واقف وانا قاعده في العربيه. وبرضه ما ينفعش ان حضرتك تنزلي تقفي في الشارع، لان في ظرف 5 دقايق بس الشارع ده كله هيتملي ناس ومش هنخلص من معجبين. طيب خلاص، لف واقعد جنبي يعني علشان اعرف اتكلم معاك براحتي. اوكي. انا كنت فاكره انك اكبر من كده. دي حاجة وحشة؟ لا 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 لا، بس يعني انت صغنن على انك تبقى منتج وصاحب شركة وصاحب استوديو ومحطة. اصلا انا ابن وحيد وبابا الله يرحمه توفى من 3 سنين وساب لي مبلغ مش بطال، ولما حضرتك هتعرفيني اكتر هتعرفي ان الفن بيجري في دمي من وانا صغير. فلما جيت اعمل بيزنس كنت عارف انا هعمل ايه. ايوه فهمت. لما نروح الشركة إن شاء الله هوري حضرتك خطة الإنتاج الخمسية. يا رب تعجبك، خصوصاً إن حضرتك ليك نصيب الأسد فيها. طب هي الشركة فين؟ بعيدة عن هنا؟ للأسف بعيدة شوية. أنا عارف طبعاً إن أنا حطيت حضرتك في موقف بايخ بالوقفة دي، بس غصب عني عربيتي قتلت في الشارع ده، وأنت عارفة العربيات دي كلها كمبيوتر وما ينفعش أي حد يلعب فيها. عارفة. بس ما تقلقيش، انا بعت السواق يجيب العربيه الثانيه مش هتاخر. ماشي، بس يعني ما ينفعش، خلينا نتحرك ولما يجي السواق يبقى يحصلنا. مش عايزه تعبك. يا سلام، لا تعب ولا حاجه. اوكي طيب، تحب نروح الاستوديو الاول ولا الشركه الاول؟ ايه اللي يريحك؟ انا بصراحه حابب افرج على الاستوديو. خلاص يبقى الاستوديو. هو فين؟ هو للأسف مش قريب. بابا الله يرحمه كان سايب لي حتة أرض صغيرة كده، فبنيت عليها بلاتو سينما واستوديو صوت وجهزتهم بأحسن المعدات. عارف أنا بقالي قد إيه ما دخلتش استوديو؟ إن شاء الله هتدخلي وتنوري وهتعملي أحلى شغل. ثانية واحدة معلش. ألو؟ أيوة أحمد، أنت فين؟ طيب هات العربية وتعالى على الاستوديو. يلا متأخرش. سلام. أتحرك؟ بس ثانية واحدة أجيب شنطتي من العربية فيها فلوس وأوراق. ماشي. يلا بينا. اوكي يلا. انا مش فاهم يا عادل، انت بتجادل في ايه؟ بقالك ساعة عمال تدافع وخلاص. ما تعترف يا اخي انك غلطت. انت ايه، ملاك؟ ما بتغلطش يا فندم؟ انا ما قلتش كده، انا من ناحيتي معترف بالتقصير اللي عندي وعند رجالتي، انما المشكلة بقى في اللي مش عايز يعترف بالتقصير اللي عنده. تقصد مين بالكلام ده؟
الوزارة سعادتك. ما هو مش معقول الوزارة علشان تخلص من الغليان اللي في الشارع وتحسن صورتها قدام الناس تطلع بيان ان احنا قبضنا على السفاح وتلبسني انا في الحيط. هما يعني جابوا الكلام ده من عندهم؟ بس انا برضو ما قلتش حاجة من الكلام ده سعادتك. انا كل اللي قلته ان احنا عندنا شكوك كتيرة حوالين اللي اسمه حسين ده، وحنسيب النيابة تحسم الموضوع. والعلم سعادتك انا برغم كده ما وقفتش الشغل على القضية، لان من الاول برضو عندي احتمال انه يطلع مش هو. برضو مصر على ان كل الناس غلطت الا انت. يا فندم انا مش مصر ولا حاجة، انما برضو انتوا بتحاسبوني على كلام انا ما قلتوش ولا حتى تصرفت على اساسه، وده بصراحة ظلم سعادتك. ظلم؟ نعم يا سعادل انا حظلمك ليه؟ حظلم الراجل بتاعي ليه؟ انا ما اقصدش سعادتك. ولا تقصد. بقولك ايه، القضية دي لازم تخلص بسرعة. الجماعة بتوع البرامج اياها عاملين شغل وقلبين الدنيا علينا اكتر من الاول. سكت يعني؟ مو انا بصراحة كلامي ما بيعجبش سعادتك. اخويا قول وخلصني. بصراحة كون ان الوزارة تطلع كلام لبتوع الاعلام في الفاضية وفي المليانة ده مش صح، بيعمل لنا مشاكل سعادتك، وادي النتيجة عندنا مشكلة اهو وعايزين نجري نحلها. انا من ناحيتي هخليهم في الوزارة يبطلوا كلام في القضية دي، ولو اني عارف انه صعب جدا، لكن انت من ناحيتك لازم تجيب الواد ده في اسرع وقت. حاضر يا فندم، وانا متشكر جدا سعادتك، وباذن الله سعادتك قريب قوي قوي هيكون الواد ده تحت ايدينا. اصل بابا الله يرحمه كان دبلوماسي واشتغل فتره طويله في سفارتنا في باريس، وليه صحاب كتير في عنصريه. ها فهمت. لما كنت هناك الاسبوع اللي فات قابلت واحد منهم، اداني هديه مش ممكن تلاقيها في السوق. والله ايه هي بقى؟ ليكير. اول ما اداها لي قلت لازم افتحها في مناسبه مهمه، ما لقيتش طبعا اهم من ان اقابل عزه كامل واشرب معاها في صحن رجوعها تاني للساحه الغنائيه. مازن عارف انا بموت بالليكر. عارف. يا سلام، عارف ازاي يعني؟ انا اعرف عنك كل حاجه. عارفه ما ينفع توصلي؟ اه طبعا. او انا بقى مجنون عزه كامل. تحب افتح حالك تدويها؟ لا لا ما ينفعش انا بسوق. طيب ممكن حضرتك تركني على جنب واسوق انا عشان تعرفي تشرب. ايه رايك؟ مازن انت غريب يعني. ماشي. اه الحقيقه انا لفت انتباهي كم الشتيمه اللي بنتشتمها على السوشيال ميديا من اول الحلقه، زي ما اكون انا اللي بخطف الستات مثلا وقتلهم، ولا انا اللي فشلت في القبض على السفاح. يا جماعه احنا كل اللي عايزينه ان كل حد يشوف شغله زي ما احنا بنعمل شغلنا. نهايه الحلقه بنقول لكم خدوا بالكم من نفسكم وتصبحوا على الف خير. ميرسي يا جماعه. ليك انت يا غريب واخرتها يا مدام. ايه يا احمد بيه، ما خدتش بالي ان حضرتك هنا. خدتيش بالك كمان انك ناويه تخربي بيتي؟ هو في ايه؟ لا ما تتكلمش معايا كده خالص. ماشي، ممكن بقى حضرتك نقعد مع بعض شويه لوحدنا؟ اتفضل يا ابني. ابعت حد يفك لي المايك. طب قول لي بقى ازاي هتشرب وانت سايق؟ هبقى اشرب لما اوصل الاستوديو. يعني ايه؟ يعني انا اشرب لوحدي؟ الازازه دي انا جايبها على شرفك يا ست الكل، ونمر عليا مش عايز اي حد يلمس منها نقطه ولا حتى انا. مش هينفع، لازم تشرب معايا. دقيها بس وساعتها انت اللي مش هتقدر تديني منها حاجه. قلت ايه؟ هي فين؟ ايه جربي. طب بص
انا حدقها يعني حابه كده وبعد كده نبقى نكمل مع بعض. اوكي. آخر مرة اسمح لك تدخل الاستوديو وتعلي صوتك وانت بتتكلم معايا، خصوصا قدام الناس اللي شغالين في البرنامج. ما تقلقيش يا مدام، بعد اللي عملتيه ده غالبا مش هيبقى فيه برنامج من اساسه. انا مش فاهمه انت مكبر الموضوع قوي كده ليه. الموضوع كبير قوي يا مدام، كبير قوي. هو انت في حد كلمك؟ هو انا استنى لما حد يكلمني؟ ما هي باينه زي الشمس. بقولك ايه، على فكره هما الغلطانين مش احنا. وهتفرق كتير، بكره تشوف هيعملوا فينا ايه. ليه بس كده يا نهال؟ على فكره مش هيعرفوا يعملوا حاجه، انت فاهم ده؟ لو عملوا حاجه الناس هتبقى فاهمه ان دي قصاد دي. هتشوف الموضوع هيعدي ازاي ولا كأن في حاجة حصلت. حتى لو اللي انت بتقوليه ده سليم هيرقدولنا وهياخدوا حقهم بعدين. طب ما تسيب بعدين لبعدين. وعلى فكرة دي طريقة شغلي، انا مش هغيرها عشان حضرتك ولا عشان غيرك. انا بشتغل كده. لو حضرتك ده مش عاجبك ممكن تجيب المحامي بتاعك ونفسخ العقد قانوني. بعد اذنك بقى عشان انا عايزة اروح واغير هدومي. على يا ضحى، حيك على يا اختي، انا السبب، انا السبب. باشا فوت. حاضر يا باشا. اخلص يلا مستعجل. حاضر يا باشا. حاضر. مية اتنين وتلاتين يا باشا. امسك. حاضر. لحظة بس اجيب لحضرتك الباقي. وانت ايه اللي مزعلك؟ انت عاوزة تجننيني. بقولك الراجل اللي مسكوه ما طلعش هو اللي قتل عبيد. وافرض كان طلع هو، تفرق في ايه؟ انت في الحالتين اتحرمت من بنتك. صح. مش يمكن لما شفت اللي عمل كده بياخد جزاءه، ده يبرد النار اللي جواه. ما تقلقش، بكره يلاقوه. زي ما جابوا ده هيجيبوا التاني. تفتكري؟ بكره تشوف. وانت عاوز تعرف هيطلع ايه ورا الحوار ده كله؟ ولا من الريف؟ واحده. واحده هي اللي بتقتل؟ لا، واحده هي السبب في القتل. تلاقي عيل مخه طائق كانت امه بتعذبه وهو صغير، او حب واحده وفكست له. رحمة الله علينا. انت ما بتشوفش افلام امريكاني ولا ايه يا دكتور؟ لا بشوف بشوف. عارف اني غلطت لما جيت بعربيتها هنا، بس هعمل ايه؟ خفت ما ترضاش تركب معايا وتقول لي امشي وراك بعربيتي.
على العموم انا دريت العربية كويس ومحدش هيقدر يشوفها. مامي بكلمها تليفونها مقفول. أمال عندي فكرة كويسة، كلميها على تليفون البيت. كلمتها ما بتردش، تلاقيها لسه ما رجعتش البيت، أصل كان عندها مشوار وقالت لي إنها هتتأخر. أنت مش عارفة مامي تقول إيه، بتصدق تخرج من البيت ما بتبقاش عايزة ترجع غير الفجر. يلا. لا لا أنت رايح فين؟ أقعد. لا لا أنا كفاية عليا وكده. وبعدين أنت مش عندك شغل الصبح يا ست، أنت قومي نمينك ساعتين. بتفكرني ليه بس بوجع الدماغ ده؟ المهم انت احسن شوية؟ احسن كتير، مفيش نسبة. تي ما تعرفيش عادتك معايا دي عملت معايا ايه. خلاص تعالى لي كل يوم، انا صايعة وانت ملكش حد غيري. اوكي تصبح خير يا صايعة. وانت من اهل الخير. عشان خاطري ما تزعليش بقى. وانا فين خاطري؟ ما انا قلتلك اسف. معلش انا اصلي اعصابي مشدوده شويه اليومين دول. وانت مين بقى اللي شدلك اعصابي؟ ايه بتحب؟ طبعا بحب. بقى مرات ما شخطت فيا من غير سبب امبارح صح؟ خلاص بقى يا مروه، قلتلك اسف، وبعدين دي اول مره اعمل فيها كده واخر مره يا حسين. انا مش هقبل انك تكلمني بالطريقه دي تاني. ماشي اتفقنا، بس عشان خاطري ابتسمي بقى، انا مش هقدر اروح شغلي وانت مكشره كده. خلاص ما تروحش. ايوه كده، يلا باي باي بقى عشان انا هتاخر على الشغل. اوكي باي يا حبيبي. صباح الخير يا مدام. نعم. الجوابات اللي كانت في الصندوق دي لقاهم على المكتب. اتفضل. وشوف محسن فين. حاضر. طبعا
وخرجتي وسكرتي وانبسطتي وقفلتي التليفون ورحت نمتي، وانا بنت البطة السودة اصحى من الفجر علشان اشتغل. ماشي يا زوز. تفضل. صباح الفل يا ست الكرسي. ايه يا سي محسن فينك؟ انا لازم ابعتلك يعني؟ لا تحت امر سيادتك انا موجود، انا بس كنت بتاكد ان كل حاجه تمام قبل الجماعه بتوع الشؤون الاجتماعيه دول ما يوصلوا. متاكد؟ طبعا كله 100 100. بقولك ايه؟ خير. اخبار شغلنا ايه؟ انا حمدت من القعده والحاله بقت زي الزفت. ومن سمعك. بس هنعمل ايه؟ الاوردر لسه ما جاش، مع اني شايفه كده كان بنت استو وعايزين يتقطفوا. اه وانا شايف كده. طب ما تكلميهم يا ست الكل. مش مستنيه نصيحتك، انا لو عليا بزن، بس هما عايزين يستنوا شويه. اتفضل. لا مؤاخذه مدام، الناس بتوع الشؤون وصلوا يا فندم. طب يلا بينا. خايف عليا من ايه؟ ليه كلكم كده محسسيني فجأة ان انا ارتكبت جناية مثلا؟ مش حكاية جناية، بس انت زي ما تكوني بتقولي شكل البيع، محدش يهاجم الامن بالشكل ده. يا اخي ما يبقاش قلبكم خفيف كده، الحكومة دي انا اخر مشاكلها، عندها مشاكل اكبر بكتير تحلها بقى. لما انت عارفة كده، لازمته ايه بقى تحطي البنزين جنب النار؟ عشان ده شغلي. عايزني اشوف حاجة كبيرة زي دي واتجاهلها مثلا؟ ما قلتلكيش تتجاهليها، بس اتكلمي فيها اهدى من كده شوية. يا حبيبي ما ينفعش. ما ينفعش كل بنت وست في مصر تبقى ماشيه في الشارع مش مطمنه على نفسها. ما ينفعش عشان البهوات اللي فوق مش عارفين يشوفوا شغلهم ويحلوا مشاكلهم. ماشي اعملي اللي انت عاوزاه، مفيش فايده في عندك ده ابدا. وطي صوتك منك ليه؟ احسن والله العظيم اتفنكم هنا. انتوا لسه هتهددونا بعد ما حصل؟ فكر في كلامك يا حمدي قبل ما تقوله. انا ما اقدر حزنك على اختك، لكن لو انت ليك شوق ان انت تحصلها عشان وحشاك انا ما عنديش مانع اساعدك تعمل كده. يا حسام بيه احنا قلبنا محروق. وانا فاهم ده، لولا كده كنت ندمتكم على كل كلمه بتقولوها. يفهم يا حمار منك له، تفتكروا يعني لو في واحد حاططنا في دماغه احنا كنا هنسيبه؟ ده احنا كنا نخليه عبره لمن يعتبر ولمن لا يعتبر. طب واللي حصل لرشا وضحى ده يعتبر ايه؟ صدفه. صدفه، مجرد صدفه. انتوا مش عايشين في البلد ولا ايه؟ في البلد سفاح بيقتل الستات، حظكوا الاكبر بقى ان اختك وبنته وقعوا تحت ايديه. ايوه بس احنا مش داخله دماغنا حكايه الصدفه دي. احسن ليه عنها ما دخلت يا اخويا، وانا هتحايل عليكم عشان تدخل؟ يا بهيم فكر شويه، ومش السفاح ده قتل واحده ثالثه؟ ليش عرفنا؟ ما يمكن حد من قرايبها شغال معاكم واحنا ما نعرفوش. هنخرف بقى. وبعدين خليني معاك، انا هفترض فعلا انه ده حصل، وزي ما انت بتقول كلامك صح. تفتكروا انا ممكن اعمل ايه؟ خلاص احنا نروح للحكومه ونقول لها على كل حاجه وهي تتصرف. خلاص روح يا حبيبي. ما تكلمنا زي ما بنكلمك يا حسام بيه. انت مش عاجبك كلامي في ايه يا سيهاش؟ انا عايزك تنزل دلوقتي انت وحمدي تروحوا للبوليس تقولوا لهم احنا بنزور باسبورات نسفر بيها بنات للخارج عشان يشتغلوا في الدهار. يلا احنا مش هنقول لهم كده وبس، هنقول لهم كمان ان انت اللي مشغلنا. ماله، اتفضل يا حبيبي. فاكرين البوليس بياخد بأي كلام كده ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ده انتوا طلعتوا طيبين قوي. جريمة التزوير وسفر البنات لبساكوا لبساكوا، انما انا حيا الله راجل بحجز تذاكر طيران، اكتر من كده ماليش علاقة بأي حاجة. ساعة الجد كلمتي هتبقى قصاد كلمتكو، وانا ممكن دلوقتي انزل ابلغ البوليس عن اللي انتوا بتعملوه. طبعا
والحكومة تنزل لي شكر في الجرايد فوقه. تبلغ علينا؟ ده ايه الفجر ده؟ اخلص خالص وفكر في كل كلمة بتقولها عشان ما تندمش عليها. يعني يرضيك يا حسام بيه نبقى رجالتك وتعمل فينا كده بسبب شغلنا معاك؟ وده الكلام المظبوط يا هاشم، بدأت تتكلم صح. ولعلمك احنا مش ساكتين، ولو ثبت فعلا ان الموضوع ده له علاقة بشغلنا احنا مش هنسيب اللي عمل كده ابدا. وحقك وحق بنتك وحق اخته هيرجع تالت ومتالت. يعني انتوا لسه مش متأكدين يا حسام بيه؟ طبعا. هو احنا يعني لما يجرى حاجة زي دي لحد من رجالتنا احنا هنقف نتفرج؟ الكلام ده بجد ولا تثبيت؟ انا طول عمري كلامي جد يا حمدي وانت عارف، وانا لولا ان انتوا غاليين عليا وبحبوكوا ومقدر ظروفكوا كنت حسبتوكوا على اللي انتوا عملتوه النهاردة. يلا قوموا كل واحد يروح بيته واوعوا تتشافوا سوا، ومش عايز اشوف خلاقكوا دي هنا تاني. انتوا عايزين البوليس ينخرب وراكوا وتروحوا في 60 داهية؟ يلا قوموا لو حصل اي جديد حبقى ابلغكم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. السلام عليكم. صدق الله العظيم. وعليكم السلام. جرى إيه يا نادر؟ أنت كنت فين؟ قلقتني عليك قوي. معلش كان عندي شوية شغل كده. طب وما بتردش على المدعوء اللي اسمه الموبايل ليه؟ كنت مشغول وما خدتش بالي. طب ادخل على ما حضر لك الغدا. لا لا مش قادر، معلش انا تعبان قوي عايز انام. ربنا يزيح عنك يا ابني. اتفرج عليك. هو انا فرجة؟ احلى فرجة في الدنيا. انت ما ساعدنيش ليه اعملك فطار؟ لقيتك رايحة في النوم فساعدت عليا بصراحة. اهم حضرة. لا لا خليكي انا متأخر اصلا. متأخر ايه بس وانت عمال تضيع وقتك كله في البحلقة فيه؟ لا العمر الضايع هو العمر اللي انا بقضيه بعيد عنك يا حنين. انت عارف انا قاعد جنبك كده ليه؟ عشان بحاول اشبع منك قبل ما انزل. طب وبعدين؟ مش عارف اشبع. كل ما اشوفك اكتر كل ما احس قد انت هتوحشيني. هتثبت مكاني. ربنا يخليك لي. انا بحبك قوي. وانا والله العظيم بحبك. يا فندم انا اتصرفت معاهم خلاص، بس هو الموضوع بدا يكبر كده ولازم نشوف له حل عشان. حاضر خلاص يا فندم الساعه 8 ان شاء الله. اتفضل يا فندم. مع السلامه. اخيرا خلصنا منه حاجه تقرف. بس ايه رايك يا ست الكل؟ كلناهم ما عرفوش يمسكوا علينا غلطه واحده. اه يا اخويا كلناهم بس بعد ما وكلناهم كل واحد مروح بظرف فيه مبلغ قد كده، ولولا المبلغ ده كانوا تلككوا على اي حاجه. طب وماله؟ يا بخت من نفع واستنفع. يوه انا نسيت ابص على باقي البوسطه. كل اللي شفته الصبح كان فواتير وناس عايزه فلوس. على الله بقى يطلع وشك حلو ونلاقي شيك تبرعات ولا حاجه. خلاص لو طلع فيه فلوس يبقى ليا نصيب فيه.